أعود وأقول أنه لو كان سمح في فترة سابقة للاحتراف الخارجي لا يستحق من احترامنا وتقديرنا للجميع أنه إلا ماجد أحمد عبد الله ويوسف الثنيان موهبتين أمانة لو احترفوا خارجية في وقته كانوا خالد مسعد يا محمد تجارب ناجحة جدا جدا جدا. خالد مسعد كان منضبط ترى كان منضبط جدا خالد مسعد يا محمد حتى كان باين على بنيته الجسمانية أجمل بنية جسمانية في المنتخب كان ماجد ويوسف مع احترامنا وتقديرنا الكابتن خالد وغيره ترى أسماء كثيرة فؤاد أنور وتسعى عليها بس أنا أخذت نماذج معينة علامتين بارزة يعني ما في أحد يختلف عليها عرفت الشيء الأهم إنه لو الجيل الحالي طبعا محمد الشلهوب اللي لازم في الملاعب جيل محمد الشلهوب هذا من بدأ إلى الآن ما شفت أحد يستحق أن يحترف خارجيا بموهبته إلا محمد الشلهوب ولكنه تأخر كثيرا وأعتقد أن القطار فاته. كابتن حسين عبد الغني تجربة احترافية وفكر احترافي يجب أن يدرس بعملية كيف يشتغل على نفسه كيف يواظب على نفسه كيف استمر طول هذه الفترة في الملاعب السعودية. في نقطة مهمة يا محمد في اليابان قبل النشأ اصلا ما كان يحب كرة القدم في الاساس، تعرف في اليابان والشرق اسيا كانوا يهتموا بالعاب الدفاع عن النفس بشكل اكبر، ايش سووا عشان النشأ يحب كرة القدم؟ ابتكروا افلام كرتون اللي هي تسوباسا اللي هو الكابتن ماجد عندنا في الدول العربية عشان الاطفال يتنشؤون على حب كرة القدم ويحبوا الرياضة هذه اللي تعتبر غريبة عليهم، لانه معروف اليابان تحديدا كانت متقوقعة حتى في لبسها وفي لغتها وفي كل شيء كانت متقوقعة حول نفسها، لما انفتحت على العالم وتحديدا بعد الحرب العالمية الثانية احتاجوا انهم يغيروا فكر الاطفال اولا عشان تحب كرة القدم. حبيتها نعطيك خطة كيف تصبح لاعب محترف. كان تخطيط مدروس جدا من اليابان تحديدا. اذا كان الكابتن ماجد هو اللي محبب اليابانيين طيب المفروض انه يحبب الكل. ها؟ بس انت جانب. ماجد انا اتفق معك وانا عشان كذا اكدت على انه يفترض انه ما نقول مين يفترض انه من اللعيبه الموجودين الان يحترف، لا يفترض ان خطه وملف كامل للعيبه الناشئين، للعيبه الشباب. المواهب الشابة السعودية اللي قاعدة تموت قبل تموت كرويا قبل أن تسقط قبل أن نستفيد منها الكرة السعودية ولادة، ولكن للأسف أنه تلقى أسماء معينة الأندية تهتم فيها. وأول كنا نتذكر قبل الاحتراف كيف كان كل سنة النادي يصعد لاعبين أو ثلاثة ويجدون طريقهم يعني، لكن الفترة الأخيرة مع زمن الاحتراف أسماء حتى للأسف الشديد نشوف أن الأندية الأخرى تجد يعني لو اجيب لك مثال بعض اللعيبه تجدهم بين الفيصلي بين الرايد بين التعاون هم مجموعه على مدى 10 سنوات الفتح يتم تدويرهم، ما في اسماء جديده او اسماء مواهب شابه استطعنا ان نفتح لها الطريق ونقول لها تفضل. وهي رغم الدوله يا محمد من الاتحاد السعودي لكره القدم ان ياخذ على عاتقه هذا الملف ويهتم فيه. هذا اللي صاير يا محمد والشباب ونقدمهم الى الخارج موجود الى الاحتراف الخارجي موجود عندنا برنامج الابتعاث اللي بدا فيه الامير عبد العزيز بن تركي بدايه الموسم وهذا يمكن الملف بنناقشه لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.